المسارات بفلسطين لها طابع خاص لأنها مش بس فعالية رياضية أو سياحية، لها كمان طابع التطوع والحفاظ على التراث والهوية والأثار، وخصوصاً في المناطق اللي بتتعرض للهجمات الاستيطانية. اليوم وصلنا لمدينة نابلس برفقة مجموعة فلسطين على البسكليت، ورح نزور أماكن تاريخية مهمة. خليكم معنا. صباح الخير لكم الجميع. يا جماعة اليوم احنا في مدينة نابلس، جولتنا راح تبلش من هون، راح نتجه باتجاه البلدة القديمة. ضروري جدا واحنا ماشيين في مجموعة ما نمشي جنب بعض، لانه الشارع مثل ما انتم شايفين مزدحم بالسيارات اليوم. ضروري جدا نكون كلياتنا ورا بعض ماشيين بخط مستقيم واحد. البريك اليمين هو بريك امامي، دائما استخدموا البريك اليمين، اتركوا مسافة بينكم وبين الشخص اللي قدامكم. تمام، راح ننطلق من هون هسه باتجاه البلدة القديمة. راح يكون عندنا نقطة استراحة عند دوار الساعة، عند برج الساعة، وبعد هيك راح نكمل مسيرنا باتجاه المسعودية. تمام، اي حدا عنده استفسار عنده سؤال بتعب بالطريق، في الشباب بيساعدوكم وبوقفوا معاكم. تمام، يلا. بدينا مسارنا على البسكليت من المجمع الشرقي وسط نابلس باتجاه البلدة القديمة. مشينا بأزقتها مع مجموعة فلسطين على البسكليت حتى وصلنا برج الساعة. جماعة اليوم احنا واقفين هسه هون بنابلس، في وسط مدينة نابلس عند برج الساعة، بالتحديد عند برج الساعة. برج الساعة عندنا احنا 7 أبراج موجودة في فلسطين، لأبراج الساعة انبنت أيام السلطان عبد الحميد في فلسطين هون وفي بلاد الشام كافة. انبنت هاي الأبراج لرمز المباني العثمانية في فلسطين. مثل ما حكيت لكم عندنا 7 أبراج موجودات في عندنا في حيفا وفي يافا في القدس في صفد في الناصرة وفي نابلس. البرج اللي في القدس موجود هدموه الاحتلال البريطاني، هدموه. الأبراج هاي بتدل على مكانة الدولة العثمانية أيام ما كانت حاكمة فلسطين. هون بالجهة المقابلة عندنا السرايا. طبعا بميز الأبراج هاي في فلسطين هون إنها ذات طابع معماري مختلف عن كل اللي انبنين في حوالين مناطق الخلافة العثمانية. احنا ماشيين هيك، طيب لو تحكي لنا شوي من وين اجت فكرتك؟ طيب اسست انا فلسطين على البسكليت بال 2016 بعد ما اني تجولت بكل انحاء فلسطين على البسكليت. لحالك كنت تجول؟ كنت لحالي اتجول، وبعد ما شفت انه فلسطين قديش هي فلسطين جميله ومليئه بالاماكن التاريخيه والمناطق الطبيعيه والمناطق الجميله في بلادنا اللي تستحق انه نزورها ونتعرف عليها. يعني احنا هون بالارض، احنا اصحاب الارض، اصحاب هاي البلد، احق من اي حدا بالدنيا انه يتجول فيها. كمان انه رياضة البسكليت ما كانت معروفة في فلسطين، فاحنا حاولت اني ادخل هاي الرياضة على فلسطين وادخلها ادمجها بالسياحة الداخلية وبالثقافة، موضوع الثقافة لتزيد شوي شوي. اليوم احنا بنحكي بعد 5 سنين من تأسيس فلسطين على البسكليت، قدرنا يكون عندنا قاعدة بيانات كبيرة جدا، معرفة كبيرة جدا في كل انحاء فلسطين، اعداد المشاركين معنا عمالها بتزيد جولة عن جولة. يعني من 2016 لليوم شارك في جولاتنا تقريبا 13,000 شاب وصبية. طب جولاتك وين بتكون؟ احنا دائما بنحاول ان نستهدف المناطق اللي بتتعرض للاستيطان وبتتعرض للمصادرة. على سبيل المثال الأغوار الشمالية احنا اغلب ايام السنة متواجدين هناك. الخرب الفلسطينية الموجودة على امتداد الوطن اللي بحاول اليهود انهم يربطوها بتاريخهم، فاحنا عمالنا بنحاول انه نثبت للناس انه احنا هي اللي موجودين فيها، احنا اصحاب الارض. نعرف الشباب الفلسطيني على هاي المناطق، لانه للاسف الشديد ما مش كثير بعرف عن هاي المناطق. طيب لو بدنا نحكي انه انت بتحكي بنروح بنزور الاماكن المهدده مثلا بالاستيطان، وكمان غير هيك جولاتك بتكون او جولاتكم كلها بتكون على البسكليت، احكي لنا اهم الصعوبات اللي بتواجهها بهذا الموضوع. صحيح، في بدايه تاسيسنا كانت انه ثقافه البسكليت هي ثقافه معدومه في بلادنا. كنا لما نركب بسكليت انه الناس توقفك بالشارع، يعني شاب كبير راكب على البسكليت للاطفال الصغار مش للكبار. كمان الصعوبات اللي بنواجهها انه الحواجز الاسرائيليه والاستيطان المنتشر في كل انحاء الضفه الغربيه.
ما بنمشي 4-5 كيلو إلا بنلاقي حاجز إسرائيلي بوقفنا، وين رايحين وين جايين ليش؟ يعني إذا بده يسمح لنا نمرق بده بعد ما إنه وقفنا ساعة وربع ساعة وإحنا واقفين ونستنى ليسمح لنا نمرق. المستوطنين في كثير مناطق ما بنروح عليها، ليش؟ خوف من المستوطنين لأنهم بتعاملوا بوحشية مع الناس، فمشان هيك بنحاول مرات إنه نختصر أماكن مروا عليها أو نروح بنكون مثلا رايحين على منطقة على سبيل المثال عين الحلوة في الأغوار الشمالية اللي بنعرف كلها إنه كيف صادروها اليهود. إذا بدنا نروح هناك وهم متواجدين هناك راح أكيد يصير صدمات وراح يصير أكيد يعتدوا علينا. فمرات بنحاول إنه بعد ما نوصل المنطقة هناك ونشوف هاي المستوطنين هناك بنحاول نروح على منطقة ثانية لنتعرف عليها أكثر ونكون موجودين فيها أكثر. وهيك بنكون خلصنا محطتنا الأولى في البلدة القديمة، وهلأ رح نروح على المسعودية اللي هي محطة القطار العثمانية. يلا وصلنا المسعودية، المنطقة اللي احتضنت بيوم من الأيام سكة حديد الحجاز، وحالياً ما ضل فيها إلا الشجر وبيوت قديمة مهدمة تم ترميم بعضها، وتمت جهود لتحويلها لمتنزه لحمايتها من محاولات الاحتلال والمستوطنين للسيطرة عليها. بما أنك بتروحي وبتيجي وبتتنقلي على البسكليت، احكي لنا كيف المجتمع بنزور لك كبنت بتسوق على البسكليت؟ صراحة أحيانا بتكون نظرة مش لطيفة كوني صبية على البسكليت، وكون المجتمع والعادات والتقاليد تقتصر البسكليت فقط على الشباب أو الذكور بشكل عام. بس يعني بتكون في كتير مواجهات من ناحية المجتمع، تصرفاتهم معك، تسميع الحكي بالشارع. تسمع حكي كتير يعني؟ طبعا أكيد بتسمعوك حكي. زي إيش بتسمعوك حكي؟ إنه بنت على البسكليت، بلزم كيش، هذا مش إليك، بالبكل كيش، من هذا الحكي. إذا شوي تعرخلتي بالبسكليت شفتي ما أنت ما بلزم يعني بالبكل كيش البسكليت، فدلع وما دلع وهي الدواوين، وبكير غير مضايقات السيارات لإلك بتكون في الطريق. بتأثر عليك هاي المضايقات؟ لا طبعا بالعكس بتزيدني تحدي أكثر، إنه مين أنتوا عشان تحددوا مين يركب على البسكليت ومين لا. طيب كيف بتشجع البنات إنه يطلعوا زي هيك مسارات على البسكليت؟ أو شو بتحكي لهم؟ شو بحكي لهم؟ بحكي لهم إنه ضروري لهم من نظرة رياضة، من نظرة إنك تطلعي تستمتعي تغيري جو، إلك الحرية إنك تركبي شو اللي بدك إياه، من سيارة بسكليت إن شاء الله طقطق. هي رياضة، اطلعي اعملي رياضة غير جو، مش ضروري الرياضة تكون بس جيم، لأنه مش الكل بحب الجيم، بس الكل بحب يحرك بالبسكليت، والبسكليت جولاته كتير حلوة لأنه مساحته مفتوحة، بتشوفي أماكن وجول يعني مناظر كتير لطيفة، وخاصة مع فلسطين على البسكليت. يعني أنا ببلشي معهم من 2019. أوكي، بتروحي مع كل جولاتهم ولا مش دايما؟ مش دايما بس أغلب الجولات، وكانت جدا ممتعة بالنسبة لي، وكانت تجربة جديدة. إيش بتحسي لما تروحي هيك جولات؟ لما اطلع هيك جولات بالعكس تفرغ طاقة بالنسبة لإلي، نشاط جديد طبعا بفرغ طاقة، يعني طول يومي او وقتي اسبوعي بالشغل بالحياة الروتينية العادية، هيك يوم اعتقد بغير من خصوصا انه رياضة البسكليتات مش موجودة عندنا. بالضبط، فيعني تشجيع لطيف. انا ما كنت كتير قاطعة فترة طويلة عن البسكليت، بس لما بلشت مع صهيب مع المجموعة رجع عندي شغف انه ارجع اطلع على البسكليت واتنكل فيه، اشتريت بسكليت من جديد برضه وعم بروح وباجي فيه، ما فيش عندي اي مشكله. يعني تعب مرهق شوي بس معلش رياضه. تيجي كل يوم على البسكليت؟ كل يوم على البسكليت، بروح على الشغل برجع الشغل، بدي شغله من البلد بنزل بروح اي مكان بعيد في معي بسكليتي اللي هي سيارتي بالنسبه للاخرين. طيب صهيب، بما ان المسارات اللي بتمشوها بتكون بطرق خارجيه او بشوارع رئيسيه، قديش صعب انه تمشي هاي البسكليتات بطريق مش مخصصه لهم، خصوصا انه ما عندنا مسارات بفلسطين للبسكليتات؟
صحيح مثل ما انت حكيت انه في كل فلسطين ما في عندنا ولا مسار ولا شارع مخطط انه يكون فيه يمشي عليه البسكليت، بس مع انه هذا الموضوع انه موجود احنا حاولنا نتحدى هذا الموضوع انه نكمل المسير تبعنا ونكمل النشاطات تبعتنا. اليوم احنا في الجولات تبعونا ايش بنعمل؟ سياره البسكليتات بنخلي السياره ماشي ورانا لنتفادى خطر السيارات اللي بتكون مسرعه، وكمان انه السائقين عندنا مش متعودين انه يشوفوا بسكليتات بالشارع او يمشوا مجموعه كبيره بالشارع، يعني احنا مرات بنكون مجموعه 70 و80 شخص فبنكون مسافتنا طويله جدا، فمشان هيك بنحتاط على حالنا انه بنحط سياره ورا المسار لتعرف الناس انه في ما تسرعوا انه في بسكليتات قدامكم. بهاي الطريقه قدرنا يعني ما قدرنا نحل المشكله كامله لكن قدرنا نتغلب عليها يعني. طيب هلا انتم كمان احنا شايفين انه في اجواء ثانيه غير مسار البسكليتات، ايش النشاطات اللي بتعملوها؟ صحيح احنا يعني في البدايه احنا هدفنا مش هدفه بحث بسكليت، لا احنا عندنا اهداف كثير كبيره، منها التعريف بالوطن، منها دمج بين شباب ال 48، القدس، الضفه الغربيه، يعني بنعرف سياسه الاحتلال اللي عمل على تفرقه كل هاي المناطق، تقسيم المناطق الفلسطينيه، فاحنا بنحاول ندمج كل هاي الفئات بفئه واحده بجوله واحده. كمان بنحاول نفرج الناس والشباب الفلسطيني قديش هي بلادنا جميله، دائما بناخذهم على مناطق مش كثير بيعرف عنها. كمان انه احنا يعني وين ما بنروح على المنطقه اللي بنروح عليها بنترك اثر في المنطقه هاي، يعني اليوم احنا في المسعوديه دائما بنيجي على المسعوديه بنعمل حمله هون ليست كمامتي لكنه وطني. بنحاول ننظف المكان لنتركه جميل للناس اللي بدهم يجوا يزوروه بعدنا، واغلب المناطق اللي بنروح عليها بنعمل فيها نشاطات نفس الشيء هيك. طبعا يعني نشاطات تطوعية طبعا بالإضافة لكلاية البندورة اللي احنا بنعملها دايما في كل مساراتنا لنعملها اشي مشترك للجميع بين الجميع. قديش مهم نكون في هيك مسارات بأعمار متفاوتة؟ يعني انا شايفة انه انت جايب ولادك معك هيك مسار. جايبهم من شان يتعلموا اسهم بيطلعوا عندي معاي في البلد البسكليتات، بس بحب اطلعهم أول شيء مشان يمشوا مسافات طويلة، ثاني شيء يتعرفوا، ثالث شيء بصير عندهم نشاط رياضي زيادة. طيب عشان هيك بحب أخذهم معاي يوم أطلع مسارات طويلة. يعني أنت بتطلع مسارات طويلة بالعادة؟ باستمرار. ودائما بيكونوا معك؟ في الأغلب بيكونوا معاي. حالياً إحنا ومجموعة على البسكليت حنعمل فعالية تطوعية لتنظيف المنطقة وزيارتها والاستمتاع في الطبيعة والمناظر الحلوة. اليوم احنا عندنا حملة هون، الحملة هاي ليست كمامتي ولكنه وطني، يعني هاي الحملة هي قائمة على التطوع من الشباب المشاركين معنا بالجولات. مثل ما انت شايف المنطقة اللي احنا جايين عليها المسعودية اليوم انه كثير نفايات فيها تبعا لعدة عوامل. احنا اليوم نيجي على المنطقة هون الشباب مثل ما انت شايف الصبايا كلياتهم تطوع من ذاتهم نزلوا لينظفوا المكان كلياته، واحنا بكل منطقة بنروح عليها برضو نفس الاشي بنعمل نفس الشيء، يا بننظف يا بنساعد مزارعين بالارض يا اما بنساعد ناس ببيوتهم حوالين بيوتهم، يعني كل اغلب شغلنا بعد ما نخلص النشاط بكون مبني على التطوع. حلو كثير نتعرف على بلادنا ونعرف تاريخنا وحكاياتنا ونساعد في انه نحافظ عليها ونحميها ونستمتع فيها. لهون بنكون وصلنا لنهاية رحلتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا، استنونا بجولة جديدة وحلقة جديدة من هوانا فلسطيني.